الموجز الاقتصادي مشاهدينا، أهلا بكم. قال وزير المالية العزيز فايد أن كل تعليمات والتزامات رئيس الجمهورية مشمولة ومجسدة في النفقات والتدابير المقررة بعنوان قانون المالية 2024. العزيز فايد وفي كلمة خلال أشرافه على مراسم توزيع الأغلفة المالية لمختلف القطاعات والهيئات العمومية، أكد أنه سيتم فتح المجال للتوسع والتفصيل في نفقات الميزانية لسنة 2024 من خلال العرض الذي سيقدم من طرف إطارات المديرية العامة للميزانية. كل التعليمات وقرارات والتزامات السيد رئيس الجمهورية مشمولة ومجسدة في النفقات والتدابير المقررة بعنوان قانون المالية لسنة 2024. سيتم فتح المجال للتوسع والتفصيل في النفقات الميزانية وكذلك التدابير المقررة بعنوان قانون المالية لسنة 2024 من خلال العرض الذي سيقدم من طرف إطارات المديرية العامة للميزانية وإطارات المديرية العامة للضرائب. وأوضح وزير المالية أن سنة 2024 ستكون سنة لمواصلة الإصلاح على المستوى الدولة الجزائرية فيما يخص الشفافية من حيث المجهود العمومي وتعزيز التسيير المبني على النتائج. إن هذه السنة المالية تمثل خطوة أخرى لتكريس المبادئ الفعلية للحوكمة المثالية عن طريق دخول حيز التنفيذ للسنة الثانية على التوالي أحكام القانون الوظيفي 18-15 المتعلق بالقوانين المالية وكذا النصوص تنفيذه. وستكون سنة 2024 هي سنة مواصلة الإصلاح على مستوى الدولة الجزائرية فيما يخص الشفافية من حيث المجهود العمومي والتعزيز التسيير المبني على النتائج، وهي من هذا المنظور كذلك سنة لتعزيز الانعاش الاقتصادي. كما قال العزيز فايد أن وزارة المالية حريصة كل الحرص على المساهمة الفعالة كقطاع محوري في تجسيد الرقمنة الشاملة التي تعد من الأولويات الوطنية. إن وزارة المالية حريصة كل الحرص على المساهمة الفعالة كقطاع محوري في تجسيد رقمنة الشاملة، فهذه العملية التي تعد من الأولويات الوطنية هي موضوع متابعة لصيقة من جانبي، نظرا لأهميتها كونها تشكل رافعة قوية للنمو الاقتصادي وأداة لإخلاقات النشاط الاقتصادي، بما أنها تضمن الشفافية في كل المعاملات والصفقات. شرعت شيري الجزائر في تسليم 40 سيارة كدفعة أولى لزبائنها واستكمال العملية ابتداء من الأسبوع المقبل عبر كافة وكلائها في مختلف ولايات الوطن. وأكد المدير التجاري لعلامة شيري الجزائر سمير مقرادي أن كافة نقاط البيع عبر كامل التراب الوطني لديها خدمات ما بعد البيع، زيادة على توفر كل قطع الغيار الخاصة بالسيارات. اليوم كما وعدناكم من قبل في الايام يعني القليله الماضيه انه قلنا في الاسبوع الاول من شهر جونفي راح يكون فيه تسليم الدفعه الاولى من السيارات، واليوم الحمد لله وفقنا ان نسلموا 40 سياره اليوم كدفعه اولى، وابتداء من الاسبوع المقبل راح يكون فيه تسليم عبر كامل وكلائنا في عبر التراب الوطني، راح تكون فيه حوالي 1500 سياره ان شاء الله، وكل وكلائنا عبر 30 ولايه و30 نقطه بيع عندهم خدمه ما بعد البيع، وايضا ربما الكل يتساءل عن قطع الغيار، انا اطمئن الجميع انه كل قطع الغيار متوفره لدى وكلائنا عبر التراب الوطني. وعبر الزبائن عن فرحتهم باستلام سياراتهم في مده لا تتعدى 30 يوما، زياده الى جودتها والاسعار التي تعتبر في المتناول.
اليوم جينا دينا السياره تاعنا شيري منا من وهران، جيناكم من قالما ويعطيهم الصحه لي بريف ديال اللي تاعهم ما باترون جور ديال السياره تاعنا. لو بري كاليتي ما شاء الله، وزيد 7 اون دو غارونتي 200 كيلومتر دو مارش، يعني ما شاء الله الحمد لله. تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بممرداس من حجز كمية معتبرة من مادة الأرز الموجهة للمضاربة. أسفرت العملية عن حجز 505.5 طن من مادة الأرز بقيمة مالية بلغت 5,944,000,000 سنتيم. في إطار محاربة المضاربة الغير مشروعة واحتكار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من حجز كمية معتبرة من مادة الأرز الموجهة للمضاربة. تعود الواقعية إلى قيام أفراد فرقة أمن الطرقات ببدوة بخدمة شرطة الطريق، أين تم توقيف شاحنة محملة بمواد غذائية. وبعد طلب الوثائق الإدارية من السائق تبين أنه لا يحوز على سجل تجاري أو فاتورة. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم التنقل إلى مقر الشركة القائمة على توزيع مادة الأرز، حيث تم معاينة مخالفات متمثلة في قيام صاحب الشركة ببيع السلع المستوردة على حالتها الطبيعية دون توظيفها. أسفرت العملية على حجز 505.5 طن من مادة الأرز بقيمة مالية بلغت 5,944,600 سنتيم، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة. يعتبر مركز صيدال للتكافؤ الحيوي أول مركز مكرس لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي في الجزائر، وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا الهيكل الرائد في إجراء دراسات التكافؤ الحيوي إثبات التكافؤ بين الأدوية الجنيسة والأدوية الأصلية من حيث الفعالية والأمان. تقرير رانيا بنزينة. تعزز قطاع المواد الصيدلانية في الجزائر بمركز صيدال التكافؤ الحيوي الذي يعتبر أول مركز لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي في البلاد. من مهام هذا المركز هو القيام بدراسة التكافؤ الحيوي على المتطوعين، لأن هذا الشيء خاص بالخصوصية المركز أنه يقوم بالتجارب على البشر على المتطوعين. وفي هذا الدراسة تكون مقارنة ما بين الدواء الجنيس والدواء الأصلي، ولكن على البشر على الإنسان، لأنه نقدر نقوم بكل التحاليل المخبرية الأخرى ولكن يبقى مخبر، ما يبقاش كإنسان عنده الدواء. بكافة المرافق والأجهزة الطبية اللازمة وفريق طبي مؤهل، يقدم المركز خدماته للمخابر الصيدلانية الوطنية والأجنبية التي ترغب بإجراء دراسات لإثبات تكافؤ أدويتهم الجنيسة مع الأدوية المرجعية. دونك لي زيتود دو بيوكيفالونس بور تو لي اندستريال ناسيونو. L'international aussi, on est disponible. Nous, nous offrons un service de qualité et nous restons à l'écoute de tous les opérateurs pharmaceutiques. 12 دراسة سيقوم بها المركز هذه السنة للوصول إلى 35 دراسة سنويا عام 2025. السنة الأولى من نقولوا ما بين 12 حوالي 12 دراسة. وفي المستقبل بالسنة 2025 إن شاء الله نطلعوا إلى 35 دراسة سنويا. مركز صيدال للتكافؤ الحيوي هو الوحيد في إفريقيا والثاني عربيا في مجال دراسة التكافؤ الحيوي، هيكل سيسمح للأدوية المنتجة في الجزائر بدخول السوق العالمية. والآن مشاهدينا وصلنا وإياكم للتعرف على متغيرات أسعار البترول الغاز والذهب عن اليوم السبت 6 جانفي 2024، حيث بلغ سعر البرميل الواحد سحاري بلان 79.85 دولار أمريكي للبرميل الواحد، مسجلا نسبة ارتفاع بلغت 3.61%. أما عن سعر المتداول للغاز الطبيعي فقد بلغ سعره 2.893 دولار أمريكي، هو الآخر سجل نسبة ارتفاع بلغت 2.55%. أما عن سعر الذهب عيار 24 هنا في الجزائر عن اليوم السبت فقد بلغ 8794 دينار جزائري، ما يعادل ويقابل ب 65.61 دولار أمريكي.
وبالدولار الأمريكي. مشاهدينا ننهي أخبار الاقتصاد، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.